أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في مراجعة مادة الاقتصاد. معكم خبير المادة طارق أحمد عبد القادر، وتحت إشراف عبد المنعم أبو الحمد، وهندسة إذاعية ابتسام رشد. ونأتي إلى مراجعة الفصل الثالث عن الدخل القومي. ما المقصود بالدخل القومي؟ الإجابة هو مجموع الدخول المكتسبة لجميع أفراد المجتمع ومشروعاته خلال سنة مقابل إسهامهم في العملية الإنتاجية. ما هي أنواع الدخل القومي؟ واحد، دخل قومي نقدي، وهو كمية النقود التي يحصل عليها أفراد المجتمع من عوائد عوامل الإنتاج مقابل مشاركتهم في عملية إنتاجية. اثنين، الدخل القومي الحقيقي، وهو مقدار ما يحصل عليه أفراد المجتمع من السلع والخدمات مقابل كمية من النقود. ما المقصود بالأسعار؟ الأسعار هي همزة الوصل بين الدخل النقدي والحقيقي. ما العلاقة بين الأسعار والدخل الحقيقي؟ الإجابة: إذا ارتفعت الأسعار مع ثبات الدخل النقدي ينخفض الدخل الحقيقي. مع انخفاض الأسعار وثبات الدخل النقدي يزيد الدخل الحقيقي. سؤال: ما هي موارد الدخل القومي وأنواع الدخول التي تعتبر ضمن حساب الدخل القومي؟ الإجابة: الريع، وهو العائد الذي يحصل عليه صاحب الأرض مقابل خدماته التي تساهم في العملية الإنتاجية. الفائدة: كل ما يدفع لصاحب رأس المال مقابل استخدامه أو استعماله، وهي واجبة الأداء مهما كانت نتيجة هذا الاستغلال أو الاستعمال. 3. الأجر، هو الدخل الذي يحصل عليه العامل مقابل عمل يقوم به أو خدمة يؤديها لصاحب العمل. 4. الربح، وهي المكافأة التي تمنح للعامل مقابل مساهمته ومشاركته في العملية الإنتاجية. ما هي طرق قياس الدخل القومي؟ 1. طريقة الناتج القومي. 2. طريقة الأنصبة الموزعة. 3. طريقة الإنفاق القومي. السؤال: بما تفسر الناتج القومي هو المعبر الحقيقي عن النشاط الاقتصادي في الدولة بعكس الانتاج القومي؟ لأن الانتاج القومي هو مجموع ما أنتج من سلع وخدمات في الاقتصاد القومي خلال عام، وهو يؤدي لحدوث خطر الازدواج الحسابي. أما الناتج القومي فهو يمنع حدوث الازدواج المحاسبي، وهو يحسب على أساس القيمة المضافة، وهو مجموع الإسهام الإنتاجي للمشروعات خلال سنة. وضح طريقة الأنصبة الموزعة في حساب الدخل القومي. هذه الطريقة تعتمد على استبعاد المكسب والخسارة الرأسمالية ومدفوعات التحويلات، ويدخل في حسابها جميع الدخول التي تدخل في العملية الإنتاجية. ونجد الدخول التي تدخل في حساب العملية الإنتاجية مثل دخول العمل، وهي الأجور والمرتبات والمكافآت، ودخول الملكية مثل الأرباح والفوائد والربح. بما تفسر: ليس كل ما يحصل عليه الأفراد يعتبر دخلا من وجهة نظر الدخل القومي. الإجابة: لأن هناك دخولا لا تدخل في العملية الإنتاجية مثل مدفوعات التحويلات، وهي هبات وتبرعات وإعانات بطالة وإعانات اجتماعية، والمكسب والخسارة الرأسمالية مثل بيع أصول قائمة بزيادة أو نقص، فهذه الأموال لم تكن نتيجة مساهمة في عملية إنتاجية في نفس السنة، أي لم تكن هناك إضافة جديدة للدولة من ثروة من سلع أو خدمات في هذه السنة. واحد باع حاجة قديمة أو شيء من أصول القديمة وكسب أو خسر، يبقى ده لا يعتبر دخلا قوميا.
ما المقصود بالإنفاق القومي؟ هو مجموع الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار من الدخل القومي خلال فترة معينة. ما المقصود بالاستهلاك؟ الإنفاق على السلع والخدمات بقصد إشباع الحاجات مباشرة. فقد يكون الاستهلاك نوعان: ألف استهلاك خاص، وهو الإنفاق على السلع والخدمات بقصد إشباع الحاجات الفردية، واستهلاك عام، وهو إنفاق السلطات العامة بقصد إشباع الحاجات الجماعية. يواجه الاستهلاك مشكلة قياسه، وضح ذلك. الإجابة: يصعب قياس استهلاك، حيث أن حينما يتم شراء سيارة وهي من السلع المعمرة لا يقصد بها الاستهلاك في الحال، كما أن الاستهلاك يختلف من شخص لآخر، ولذلك تم قياس الاستهلاك بمجرد شراء السلعة. قارن بين الادخار والاستثمار. الادخار هو عملية سلبية، وهو جزء من الدخل لم ينفق للحصول على السلع الاستهلاكية. أما الاستثمار فهو إضافة لثروة البلد الإنتاجية في الفترات القادمة عن طريق الإنفاق على رأس المال الثابت والمتداول. ما المقصود بمتوسط الدخل؟ هو حاصل قسمة الدخل القومي للدولة على عدد السكان في نفس السنة. ما النتائج المترتبة على زيادة الدخل القومي بالنسبة لعدد السكان؟ زيادة الدخل المتوسط للفرد، زيادة الناتج القومي، ارتفاع مستوى المعيشة. ما العلاقة بين كل من الاستهلاك والادخار والاستثمار؟ العلاقة بين الاستهلاك والادخار علاقة عكسية، فإذا زاد الاستهلاك قل الادخار. أما العلاقة بين الادخار والاستثمار فهي علاقة طردية، فكلما زاد الادخار زاد الاستثمار. مراجعة على الفصل الرابع. ما المقصود بالمالية العامة؟ المالية العامة هو فرع من فروع علم الاقتصاد يدرس دور الدولة في تقديم الخدمات العامة والاجتماعية وتمويل هذه الخدمات عن طريق الإيرادات العامة. وضح في رأيك، هل يظهر دور المالية العامة أكثر في نظام اقتصاد السوق أم الاقتصاد المركزي الاشتراكي؟ الإجابة: يظهر المالية العامة في ظل نظام اقتصاد السوق، لأن السوق لا يستطيع إشباع جميع الحاجات وخاصة العامة والاجتماعية، فتتدخل الدولة لإشباعها. أما الدولة التي تأخذ بنظام اشتراكي فالدولة تتحكم في إشباع جميع الحاجات، فلا يظهر دور المالية العامة بوضوح. ما هي أنواع الحاجات والخدمات التي يحتاجها الأفراد داخل المجتمع؟ حاجات خاصة فردية تخضع لمبدأ القسوة والاستئثار، مثل المأكل والملبس، وحاجات اجتماعية في ظاهرها فردية تخضع لمبدأ القصر، مثل التعليم والصحة. أما الحاجات العامة فهي نوعان: حاجات عامة مطلقة الاستفادة منها لكل أفراد المجتمع، ولا يتحمل الأفراد أي أعباء إضافية إذا قدمت هذه الخدمات، مثل العدالة والأمن. وحاجات عامة أو خدمات عامة تخضع لمبدأ القصر، ويمكن منع الآخرين من الاستفادة منها، مثل إقامة جسر لمزرعة خاصة. وأيضا هذه الخدمة لن يتطلب فيها أي أعباء إضافية. ما المقصود بالإيرادات العامة؟ هو كل ما تتحصل عليه الدولة من مبالغ وإيرادات، مثل الضرائب والرسوم والجمارك والدمغة وممتلكات الدولة. قارن بين الضرائب والرسوم. الضرائب هي اقتطاع مالي من دخول وثروات الأشخاص الاقتصادية، تحصل عليها الدولة جبرا دون مقابل لدافعها لتحقيق الخدمات العامة والاجتماعية. أما الرسوم فهي يدفعها الفرد جبرا مقابل خدمة، مثل رسوم التعليم وجواز السفر أو استخراج رخصة قيادة. ما وجه الشبه والاختلاف بين الضرائب والرسوم؟ وجه الشبه أنها من ضمن إيرادات الدولة،
تستخدمها الدولة لتقديم الخدمات العامة والاجتماعية، وهي ليست عقوبة ولكنها إسهام من الأفراد في تحمل نفقات الدولة. أما الاختلاف فأن الضرائب تدفع دون الحصول على خدمة مباشرة، بينما الرسوم تدفع مقابل الحصول على خدمة مباشرة. ما هي المبادئ القانونية للضرائب؟ لا تفرض ضرائب إلا بقانون عام، ولا يعفى منها فرد إلا بقانون. والمساواة بين الممولين، والضرائب ليست حكومة بل إسهام من الأفراد في تحمل النفقات العامة، كما أن الضريبة ليست مثل مصادرة الأموال. ما هي مبادئ كفاءة السياسة الضريبية؟ في رأيك كيف تنجح الدولة في فرض ضرائب بكفاءة عالية على مواطنيها؟ الإجابة بتحقيق هذه المبادئ. 1- مبدأ العدالة والمساواة، أي تدفع الضرائب حسب الظروف النسبية لكل فرد. 2- مبدأ الكفاية، أن تكون حصيلة الضرائب تغطي النفقات العامة. 3- مبدأ الملائمة، أن يدفع الفرد الضرائب في أوقات محددة ومواعيد مناسبة. 4- مبدأ اليقين، أن يتم فرض الضريبة وتحصيلها بطريقة واضحة وسهلة ودقيقة. قارن بين مبدأ الملائمة ومبدأ اليقين. قارن بين مبدأ العدالة ومبدأ الكفاية. الأسئلة دي قلناها من إجابة السؤال السابق. سؤال: صح أم خطأ مع ذكر السبب؟ العدالة في توزيع الضرائب ترتبط بالمنفعة. العبارة خاطئة. العدالة في توزيع الضرائب تعتمد على القدرة على الدفع. فقديما كانت الضرائب تعتمد على المنفعة، أي أن الغني يدفع ضرائب أكثر من الفقير للحصول على منافع من الدولة أكبر. بينما كانت هذه الفكرة خاطئة، وأصبحت القاعدة الرئيسية أن الغني يدفع ضرائب أكثر من الفقير لأنه قادر على الدفع. ماذا تقول لأصحاب المهن الحرة الذين يترهبون من دفع الضرائب؟ الإجابة: عدم دفع الضرائب جريمة في حق الوطن. الضرائب من أهم المصادر التي يتم عن طريقها تقديم خدمات عامة واجتماعية. الضرائب ليست عقوبة مثل مصادرة الأموال، ولكنها مساهمة من الفرد في تحمل نفقات الدولة. قارن بين الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية. الضرائب النسبية يتحدث سعرها بنسبة معينة ثابتة من الوعاء الخاضع للضريبة دون أن تتغير مهما زاد أو قل الوعاء الضريبي. أما الضرائب التصاعدية فهي تفرض بشرائح، بحيث زيادة نسبة الضريبة مع ارتفاع الشريحة. إلى هنا أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، نأتي إلى نهاية حلقة اليوم. كان معكم خبير المادة طارق أحمد عبد القادر، تحت إشراف عبد المنعم أبو الحمد، هندسة إذاعية ابتسام رشد.